اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال: السلام عليك يا فاطمة، فقلت: عليك السلام. وقال: إني أجد في بدني ذوبا، فقلت له: أعوذ بك بالله يمتعه من الذوب. فقال لي: يا فاطمة، أتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به، فصرت أنظر إليه، وإذا وجهت الأعلى نورا كالنهر القمر في ليلة تمام وكمال. فما كانت إلا ساعة، وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه، إني أشم منك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله. فقلت: لم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله، تأذن لندخل معك تحت الكساء. فقال: عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضك، لزنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة، وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه، إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله. فقلت: نم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، والسلام عليك من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال: عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتك، دزنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله. فقلت: نمحاه ومردك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال: عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء فقلت: السلام عليك يا بتا، والسلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال: عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حلب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم، وأصحابهم الرجس وتطهيرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبرائيل: يا ربي، من تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي، أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك، فأبط اليمين. جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي العلاء، يكرمك السلام ويخصك بالتهية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي: إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري
الفلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنني أدخل معكم فلتأذنني أنت يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي بن أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني من حق نبيا واصطفاني من رسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا ولى فزنا فهذا شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله يا علي والذي بعثني من حق نبيا واصطفاني من رسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مأموم لله وفرج الله غمه ولا مأموم لله وكشف الله غمه ولا تعلم حاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال علي زوال نايف وزن وسويدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورد الله.